جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعينا المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالعزه والرفعه والتقدم كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخويه التاريخيه المتميزه التي تجمع بين مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه